ما معنى التوحيد وما هو المراد بالتوحيد. فالتوحيد على وفق ما دلت عليه النصوص يراد به إفراد الله جل وعلا بما له من عبادات العباد ومن صفات تعود إليه. فيشمل هذا ثلاثة أنواع من التوحيد: أولها توحيد الألوهية بإفراد الله بأعمال العباد العبادية، بحيث لا يعبد الإنسان إلا ربه جل وعلا، كما جاءت الأنبياء بالدعوة إلى هذا التوحيد. وثانيها توحيد الربوبية بأن نفرد الله جل وعلا بأفعاله التي ينفرد بها كالخلق والرزق ونحو ذلك. وثالثها توحيد الأسماء والصفات بأن نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد دلت النصوص على إثبات هذه المعاني من معاني التوحيد في مواطن كثيرة من كتاب الله، كقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله رب السماوات والأرض فيها توحيد الربوبية، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته فيه توحيد الألوهية، وقوله هل تعلم له سميا فيه إثبات توحيد الأسماء والصفات. ومن مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فقوله الحمد لله رب العالمين فيها إثبات توحيد الربوبية، وقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيه توحيد الأسماء والصفات، وقوله إياك نعبد فيه توحيد الألوهية. إذ من المتقرر أن تقديم المعمول يفيد الحصر. وحينئذ نعلم أن النصوص القرآنية قد جاءت بالسعي في تحقيق التوحيد بمعانيه الثلاثة، وإن كانت المعركة العظمى بين رسل الله وبين الخلق في توحيد الألوهية، فهو الذي كان فيه ميدان الدعوة إلى الله، وهو الذي كانت الأمم قد ضلت فيه الطريق المستقيم، ولذلك أكدت عليه دعوات الأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقوله أن اعبدوا الله أي أفردوه بالعبادة بحيث لا تعبدون أحدا سواه. ولذا نجد في دعوات الأنبياء أنهم يدعون أقوامهم فيقولون لهم: ألا تعبدوا إلا الله، أي أفردوا العبادة لله وحده.